مرحبا بكم في فيديو جديد معلومات عن بطل مسلسل هيا هيا يا حبار الجزء الثاني ومسلسلات أخرى. ستشاهدون في هذا الفيديو اسمه الكامل هوي يتيان، جنسيته الصينية. ولد في 26 ديسمبر من سنة 93، عمره الآن 28 سنة، الطول 188 سنتيمتر، الوزن 65 كيلوغرام، البرج الجدي، فصيلة الدم A. تخصص بالجامعة في تصميم فن الحدائق وبدأ مسيرته الفنية سنة 2016. عندما كان في المدرسة كانت مادته المفضلة هي الفيزياء والكيمياء. هوي تيان كان يعاني من السمنة، فقد بلغ وزنه الأقصى حوالي 100 كيلوغرام. بعد دخوله صناعة النمذجة أو الموديلينج بناء على نصيحة أحد الأصدقاء، قام بالعديد من الإعلانات للعلامات التجارية، وذلك في غضون شهرين فقط دون أي تدريب احترافي. يقول هوي تيان أنه إذا توفر لديه شهر إجازة فسيقضيه كله في المنزل. وبالنسبة لذوقه في الأكل فهو يحب رقائق البطاطس والدجاج المقلي والوعاء الساخن أو الهوت بوت مع الكرنب الصغير ولحم الضأن، ولا يحب البامية. يحب الغناء والرقص منذ الصغر. مغنيه المفضلين شو ميجين، شيرلي كوان، وليسلي تشوان. يحب نشاط التزيين والبناء والإصلاحات في المنزل بنفسه بدلا من توظيف محترف أو ما يصطلح عليه DIY. يحب السباحة، وبالمقابل فهو لا يحب وضع واقي الشمس. ممثله المفضل هو هوانغ بو. اللون المفضل أسود والأبيض والرمادي. يقول هوي تيان أنه راض بشكل كبير عن شكل أنفه. رقم حظي هو الرقم 8، وحبه الأول كان في سن 18. يخاف هوي تيان من يرقانة الفراشة. نوع صديقتي المثالية التي تحسن التصرف، عاقلة، بارة، طيبة القلب، مع قيم مشتركة. وهذه قائمة بجميع مسلسلات التحدي الآن.
شكرا على المشاهدة، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على اللايك والمشاركة في القناة للتوصل بالجديد عن أبطال الدراما الصينية والكورية. مع السلامة.